الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي، ونقل حصري لمباراة الأهلي وسموحة في السيمي فاينال أو نصف نهائي دوري المرتبط من صالة برج العرب. تشكيل الفريتين نبدأ على بركة الله. سموحة اليوم في تشكيله هاني عبد الرحمن رقم 3، جودي محمد رقم 4، شهد وائل رقم 5، نور محمد رقم 9، ريناد طارق رقم 10، فرح محمد رقم 11، شهد وليد رقم 14، هنا أحمد رقم 15، حور ميسرة رقم 21، جويرية محمد رقم 23، هيا محمد 30، وأخيرا جودي وليد رقم 55. القيادة الفنية للكوتش محمود يونس. أما النادي الأهلي النهاردة في تشكيله بقيادة الفنية للكوتش ماجد سلامة، لجين عمرو دبل زيرو، فاطمة ياسر رقم 2، مريم وسيم رقم 6، ملك الألفي رقم 8، ياسمين محمد رقم 9، جنى عبد الرحمن رقم 14، جودي الباز رقم 21، هنا حتحوت رقم 22، جودي الجوهري 26، حبيبة ضياء رقم 30، هيا أمجد 34، هنا ممدوح رقم 37. القيادة الفنية زي ما قلت لحضراتكم الكوتش ماجد سلامة ومدير القطاع الكوتش محمود الجرحي والإدارية كابتن شيماء خليل والعلاج الطبيعي الدكتورة فاطمة البراي. ده النهاردة بداية أحداث أو اليوم الأول في الذهاب والعودة ما بين الأهلي وسموحة في السيمي فاينال دوري المرتبط. إن شاء الله في الساعة 5:30 سننقل لكم مباراة الأهلي وسموحة للسيدات على الهواء مباشرة على قناتكم النادي الأهلي. نستعرض كده مشوار الفرقتين في بداية أحداث الدوري المرتبط. نبدأ بسموحة في الدورة المجمعة الأولى، تلاقى مع الصيد وفاز على الصيد 65-63، ثم مدينة نصر وفاز سموحة 52-51، ثم تلاقى مع الاتحاد وفاز سموحة 52-22، ثم العودة في الدورة المجمعة الثانية زي ما حضراتكم شايفين كوتش مودي الجرحي وكوتش كريم اسماعيل، طبعا بايقاف كوتش ماجد سلامه. في العوده الثانيه او دور المجمعه الثانيه فاز سموحه على الصيد وايضا على مدينه نصر ثم الاتحاد، وتاهل وقابل جزيره الورد، فاز في المباراه الاولى 88-15 والمباراه الثانيه 119. في دور الثمانيه استطاع سموحه الفوز في دوري المرتبط بفريق 18 سنة على هليوبلس 62-32، ثم العودة 74-42. أما الأهلي مشواره الأول في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت على صالة الشهداء بالنادي الأهلي، فاز على الأولمبي 73-32، ثم على الطيران 94-23، ثم على التأمين 91-36، وفي العودة فاز الأهلي على الأولمبي 73-42، ثم الطيران 88-23، ثم التأمين 65-24. تقابل في دور ال 16 مع التوفيقية 55-23 في المباراة الأولى لصالح النادي الأهلي، ثم المباراة الثانية 55-32، ثم تقابل مع نادي الصيد في المباراة الأولى اللي زعناها على حضراتكم من صالة الشهداء، كان النتيجة 75-41 في المباراة الأولى، ثم المباراة الثانية في ملعب نادي الصيد استطاع نادي الصيد الفوز في اللحظة الأخيرة وفاز 69-68. حكام اللقاء اليوم كابتن أحمد شحاتة وكابتن دينا أحمد، حكم أول كابتن أحمد شحاتة وحكم ثاني كابتن دينا أحمد. الستارت اللاين اب هقول لحضراتكم عليه دلوقتي. بالنسبه للنادي الاهلي كابتن دينا زي ما حضراتكم شايفين، وادي حكام الطاوله، جودي الجوهري رقم 26، بس المسافه بعيده، فهنشوف دلوقتي الستارت اللاين اب اللي هيبدا بيه كوتش مودي نيابه عن الكوتش ماجد سلامه والكوتش يونس محمود يونس زي ما احنا شايفين. هاني عبد الرحمن رقم 3، وجودي محمد رقم 4، شهد وليد رقم 14، فرح محمد رقم 11، هنشوف مين الخامس. اما النادي الاهلي جنى عبد الرحمن وهنا حتحوت رقم 22، وجودي الجوهري رقم 26، وياسمى رقم 9، وفي الاخير مريم وسيم رقم 6. ده الستارت اللاين اب اللي بدا بيه النادي الاهلي، والستارت اللاين اب اللي بدا بيه
كوتش محمود يونس. هقول لحضراتكم تاني: هاني عبد الرحمن رقم 3، جودي محمد رقم 4، فرح محمد رقم 11، شاهد وليد رقم 14. بداية أحداث الجامبول والحيازة لصالح نادي سموحة. ريناد تبدأ ريناد الهجمة، 1-3-1 زون ديفنس نادي الأهلي. سلم على طول لهاني عبد الرحمن، هاني تحت الباسكت لجودي، جودي في الوان ان وان طلع كيك اوت، لكن في الاخير الستيل حاضر عند هنا حتحوت. هنا بشمالها راحت، واولى احداث اللقاء واولى نقاط المباراه عن طريق هنا حتحوت نجمه الفريق، واحده من نجوم هذا الفريق. كوتش مودي الجرح ومرحله التركيز لاحداث المباراه، واحده من المباريات اللي هتستمتعوا بيها، مباراه قويه. في البيس لاين عند شاهد وليد في الثلاثيه، لكن لا تنجح في التسجيل. يسمع على طول ديفنسيف ريباوند حاضر، سلم لمريم وسيم، تبدا الهجمه مريم ليسمى مره ثانيه. يسمى في الون ان وان مع البيك اند رول، يسمى تقف طلع لي مريم وسيم تجيلها جنى عبد الرحمن. مريم في البريتريشن طلع على طول للجوهري، الجوهري تلف وترتكز، طلع كيك اوت بشمالها لهنا حتفوت. هنا في الثواني الاخيره في الباك بيفوت تروح بالفلوتر شوت، لكن ما بتنجحش في التسجيل. تاتي معها صافره انتهاء احداث الهجمه وال 24 ثانيه تقول الكره في حيازه على طول نادي سموحه. المارد الاحمر في مواجهه الموج الازرق، سموحه والاهلي في السيمي فاينل دوري المرتبط على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. نبدا الهجمه على طول عن طريق ريناد، لسه الاهلي 1-3-1 في السكيب باس على طول لهانيا، هانيا على الاوبن شوت تشوت 3 بوينت، لكن اير بول تلم على طول فرح محمد سكند شوت وتروح وتنجح في تسجيل اولى نقاط احد نادي سموحه في عمره احداث الكورتر الاول. مريم وسيم في بدايه الهجمه سلم ليه جنى عبد الرحمن، تقلب هتحول هتحول في الدرايف بالباس لاين تروح توصل تنجح انها تاخد خطا شخصي وفاول بتو شوتس لصالح هنا هتحول. هاني عبد الرحمن ترتكب الفاول رقم 3، رقم 3 هاني عبد الرحمن، اولى الفاولات 8:26 على انتهاء احداث الكوارتر الاول. ريسو اول ورميه حره اولى غير ناجحه هنا هتفوت، والفريسو الثاني هنا تنجح في تسجيل 3-2 لصالح نادي الاهلي. بدايه الهجمه لنادي سموحه، ريناد استلم الكوره دور على طول على هانيا، هانيا في البيس لاين على اوبن شوت المره الثالثه تشوت لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول جنى عبد الرحمن تعافر كده عليه تنجح في الوصول اليه، سلم على طول ليه حتحوت تقلب الملعب لجوهري، جوهري وماري ماسين بالهاند اوف سكرين اول وثاني في البلايند سكرين، تسلم على طول ليه ياسما، ياسما تقلب لهنا حتحوت، هنا درايف هنا تروح وتوصل توصل ما تنجحش بالتسجيل، تراك كده على الباسكت تعافر معاه مره ثانيه توصل لجوهري، جوهري بشمالها تنجح في الباك ليا بتنجح في التسجيل، نقطتين كمان تعلي الفارق الى 5-2 لصالح بنات النادي الاهلي. ادي التراي الاولى من هنا هتحول تعمل تعافر معاها في السكند شوت توصل للجوهري في الباك ليا بتنجح في تسجيل نقطتين وتاخد معاها الاند وان لصالح جودي جوهري. جودي جوهري في الاند وان لكن ما بتنجحش في التسجيل، ريناد على طول ديفنسيف ريباوند حاضر. تبدا الهجمه ريناد تسلم لشهد وليد لريناد مره ثانيه، تقلب الملعب لهانيا، هانيا المره دي تسلم تحت الباسكت لجودي تلف وترتكز لكن ما بتنجحش في التسجيل، يسمع على طول ديفنسيف ريباوند تسلم لحتحول تاخد الميدل، تقلب الملعب على طول لجنه، جنه لمريم وسيم لجنه عبد الرحمن تجرب حظها في البيس لاين على 3 بوينت روعه الروعه، جنى عبد الرحمن تنجح في اضافه 3 نقاط لصالح بنات النادي الاهلي عن طريق جنى عبد الرحمن اللي قدامكم على الشاشه. 8-2 لصالح بنات النادي الاهلي، وادي الاوبن شوت وادي 3 بوينت وادي 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. شاهد وليد سلم لريناد لشاهد مره ثانيه، ما زال الاهلي ديفنس 1-3-1. ريناد سلم لك الباصة حلوة والاسيست جميل لجودي من ريناد تنجح في تسجيل نقطتين يوسع ابتداء الفارق الى 8-4 لصالح بنات النادي الاهلي. مريم وسيم، مريم يتعمل منها للسيل عن طريق ريناد، ريناد في الفص بريك 1-2 بقى 2-2 تهدى وتسلم اللي جاي لكن طلع الناحيه الثانيه على طول شهد وليد تبدا ريناد الهجمه، ريناد في الدرايف لكن هنا ايه جامبول والحيازه لصالح نادي الاهلي. جامبول كما اطلقت كابتن دينا والحيازه اهلاويه. مريم وسيم
تسلم على طول ايه هنا حطوه واحده من مفاتيح اللعب للنادي الاهلي تاخد السكرين من جودي جوهر هنا في الدرايف توصل لكن طرد بخطا شخصي وفاول بالتو شوتس لصالح حطوه في تغييرات قادمه نزلت نور طارق من نادي سموحه شوف نزلت مكان مين وادي هتفوت على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل فري ثرو تاني لهنا هتفوت 6 دقائق 29 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول هنا هتفوت وفري ثرو تاني رميه حره اضافيه لكن ما بتنجحش في التسجيل اوفنسيف ريباوند حاضر على طول عن الجوهري جودي الجوهري تاخد السكرين من مريم وسيم عدي مريم السكيب باص هنا هتفوت لكن ما بتلحقش الكره وتطلع اوت سايد لصالح نادي سموح رينات طارق تبدا الهجمه عامله الستيل الاخير تعدي بسكرين من فرح تقلب الباص على طول لفرح الناحيه الثانيه على طول لشهد وليد شهد في الدرايف لكن طلع في السكيب باص او التيك اوت كيك اوت مره ثانيه لرينات رينات في البنتريشن تسلم على طول لنور محمد اللي لسه نزل وتنجح في تسديد نقطتين لصالح نادي سموحه الفاصل بريك السريع ينتهي عند ياسمر ياسمر تسلم لجودي الجوهري في ال 1 on 1 جودي تقلب ليه هنا حتفوت هنا تاخد السكرين من جامع عبد الرحمن في الدرايف هنا واحد على واحد توصل وتروح وتنجح في التسجيل واحده من لعيبات واهم مفاتيح لعب الكوتش ماجد سلامه هنا حتفوت اللي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده ترد هجمه على طول للنادي الاهلي لنادي سموحه لكن على طول مريم وسيم تنجح في الستيل مريم في ال 1 on 1 والاسيست حلو لهنا حتفوت لكن الباسكت مش حلو يا هنا في صافره كابتن جينا نشوف ايه اللي حصل في اصابه سلامات 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 في اصابه نور محمد سلامات يا نور الف مليون سلام عليك يا نور سلامات نشوفها تاني شكرا لمخرجنا على الاعاده في خط هنا من مريم طبعا غير مقصوده سلامات شكرا لمخرجنا الجميل استاذ محمد بكرور على الاعاده وادي الكوتش مودي الجرحي والاوتسايد لصالح نادي سموحه رينات تبدا الهجمه لسموحه تاخد سكرين على طول من فرح الف سلامه طبعا لنور محمد رقم 9 لعيبه نادي سموحه رينات مره ثانيه في الدرايف لرينات تروح وتوصل لكن بلوك ولا اروع من جودي الجوهري تسلم على طول لمريم وسيم تجري بالهجمه 11-6 لصالح النادي الاهلي مريم للجوهري الجوهري في الدرايف واحد على واحد تروح ترتكز تطلع لمريم وسيم طلبت السكرين وراحت لمريم وسيم مريم وسيم لكن رينات تعمل لها بلوك وهنا الفاول على مريم وسيم مريم وسيم خدت السكرين طلعت تشوط لكن رينات بالمرصاد بالبلوك ليها وتطلع وتعمل معاها فاول عن طريق مريم وسيم بدايه الهجمه عند نادي سموحه رينات تبدا الهجمه 1-3-1 لا زال النادي الاهلي الزون ديفنس تسلم على طول لشهد شهد في الاوبن شوت شاطت نجحت في تسجيل نقطتين لصالح ثلاث نقاط عفوا لصالح نادي سموحه ياسمه في الدرايف ياسمه فلوتر شوت ياسمه لكن ما بتنجحش التسجيل البرج العالي يلم مره ثانيه جودي جوهر لكن ما بتنجحش التسجيل رينات تبدا الهجمه في الفص بريك واحد على واحد عايزه تطلع الكوره لكن بالمرصاد على طول والستيل حاضر عند هنا هتقول تبدا هي الهجمه هنا تعمل فص بريك في الترانزيشن وتسلم لياسمه ياسمه تنجح في تسجيل نقطتين كمان عن طريق اسيست من هنا هتقول عشان تزود الفرق الى 13-9 ادي الباس وادي الاسيست وادي الباسكت من ياسمه فرح تقلب الكرة لهانيا هانيا جربت حظها المرة الثانية تنجح في تسجيل ثلاث نقاط تضيق الفارق إلى نقطة وحيدة لصالح النادي الأهلي 13-12 هنا هتفوت في الدرايف من البيز لاين تروح بشمالها لكن ما بتنجحش التسجيل تعافر معاها مرة ثانية وتنجح في الاوفنسيف ريباوند تسلم وتطلع كيك أوت لياسمه ياسمه في الاكسترا باص لمريم وسيم مريم ترد لكن اير بول وتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي كوتش مودي جارح يلقي تعليماته بالمان تو مان في اخر 3 دقائق و35 ثانيه من عمر احداث الكوارتر الاول مان تو مان مع
كوتش كريم اسماعيل، ده كوتش محمود يونس المدير الفني لنادي السموحه. ضغط اهلاوي، الضغط الان على العقل المفكر لريناد، لكن من الراضي نزلت هايا محمد رقم 30. هايا تسلم على طول لحور ميسره، حور بالهاند اوف على طول مع هانيا، تاخد السكرين. هانيا لسه معاه كرة، او حور عفوا، او هانيا هي اللي معاه كرة، لكن تراك كده على الباسكت اير بول واوت سايد لصالح نادي. 3 دقائق 16 ثانيه، نقطه وحيده فارق لصالح النادي. مريم وسيم في بدايه الهجمه، مريم سلم على طول لجمع عبد الرحمن، هاند اوف على طول مع ياسما، سكرين سلم مريم وسيم في البيس لاين على اوبن شوت مريم، لكن ما بتنجحش في التسجيل. هانا هتحول ديفنسيف اوفنسيف ريباوند، تراي كده على الباسكت، لكن في الاخير فرح محمد تعمل بلوك وتبدا هي الهجمه. تقلب على طول باللونج باص لهانيا، هانيا في الواحد على واحد، لا هتجرب حظها وتشوف، شاطت فعلا لكن المره دي ما بتنجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من هانا هتحول، هانا في بدايه الهجمه، هانا لسه هانا معاه الكوره، جت لها سكرين جوهري، عدت هنا من البيس لاين، هتسلم ولا طلع كيك الكيك اوت، سلمت على طول في البيك اند رول للجوهري، تراي على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل الجوهري، وبتطلع اوت سايد لصالح نادي شمال. دقيقتين 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. رينات خرجت، هنشوف مين نزل مكانها. نزل مكانها جويريه رقم 23. كوتش مودي الجرحي وكابتن كريم اسماعيل المدرب العام لفريق الدرجه الاولى سيدات. ان شاء الله هننقل معاك الماتش الساعه 5:30 على قناه النادي الاهلي. هيا محمد تاخد سكرين، استجر سكرين، تسلم على طول لجويريه، جويريه في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط، تسجل اول تقدم لصالح نادي سموحه. ١٣ الاهلي، ١٥ سموحه. جودي الجوهري في الوان ان وان، لكن الكره طبعا منها تتحقق. جنى عبد الرحمن، جنى في الدرايف واحد على واحد، تنجح في تسجيل خطا شخصي على فرح محمد رقم 11. تو شوتس وتو فري ثرو لصالح جنى عبد الرحمن. هاي محمد رقم 30 وفي نقاش مع الكابتن دينا احمد، شايف لجين في التسخين طبقا لتعليمات كوتش مودي الجرحي. جنى عبد الرحمن فري ثرو اول غير ناجح. فريسلو تاني الجنة غير ناجح ايضا، حاول معاها ياسمه لكن في الاخير هايا محمد تنجح في الديفنسيف ريباوند. هايا في الوان ان وان تهوش وتروح وتوصل لكن ما بتنجحش التسجيل. الجهري يلم ديفنسيف ريباوند، بص بريك سريع لجنة عبد الرحمن لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل. ولما على طول هايا تبدا الهجمه وتسلم ليه شهد وائل، شهد تحت الباسكت واحد على واحد مع فرح، فرح تلف وترتكز، جودي بتروح معاها لكن ما بتنجحش التسجيل، وتلم ديفنسيف ريباوند وتسلم ليسمع او هنا هتفوت عفوا، هنا هنا واحد على واحد، جات لها سكرين جنى عبد الرحمن في البيك اند رول لكن لها الطريق فاضي وراحت بشمالها ما بتنجحش التسجيل. ديفنسيف ريباوند تسلم لماريو موسي تحت الباسكت لجنى عبد الرحمن في الوان ان وان، تلف وترتكز ومطروح ما بتنجحش التسجيل ايضا. هنا هتفوت اوفنسيف ريباوند، تروح وتوصل لكن ما بتنجحش على طول. جوهري في تراي اول، تراي اولى ما بتنجحش في التسجيل، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على فرح محمد رقم 11. تو شوتس لصالح جودي جوهري، دقيقة او خمس ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول. جوهري رقم 26 والفري ثرو الاول. جودي الجوهري على الفري ثرو الاول لا تسجل، ما زالت النتيجه نقطتين فارق لصالح نادي سموحه. فري ثرو ثاني تنجح في التسجيل، ده الفارق الى نقطه واحده لصالح نادي سموحه. خرجت ياسما، نزلت نجين من النادي الاهلي، جاينا عمرو رقم دبل زيرو، ياسما محمد ضغط اهلاوي، شهد وائل لكن هنا يرتكب معاها ترتكب على يعني هنا الضغط بيولد الاخطاء في الباك زون على طول. شهد وائل
ترتكب خطا او تيرن اوفر تروح الكره لصالح نجم. تيرن اوفر على نادي سموحه هتحوط تعمل درايف تقف وترتكز تطلع لجين لجين على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن لا تنجح في التسديد على طول. نور محمد وتحاول معاها مريم سماح اللي بتعمل السيل على طول تقلب الملعب لجنه عبد الرحمن. جنه تروح للكوره تسلم للجوهري. الجوهري بشمالها تنجح في تسديد 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي تجعل التقدم 16 15 بفارق النقطه الوحيده لصالح بنات النادي الاهلي. ادي التراي وادي الليفت هاند وادي الريفرس لياب وادي التقدم لصالح بنات النادي الاهلي. هيا تعمل الدرايف بشمالها لكن هنا في الاخير تعترضها فاول وخطا شخصي على جودي اجوري. تو شوتس لصالح هيا والفري ثرو الاول 17 ثانية متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. فري ثرو اول غير ناجح لهايا. فري ثرو ثاني لهايا تنجح في التسجيل تاتي معها التعادل 17 ثانية. هي هجمة كاملة لصالح النادي الاهلي يستطيع انهائها بكل الطرق. هل 3 بوينت ولا بنتريشن لكن الاخير تيرن اوفر على مريم وسيم تروح الكرة على طول لهايا. هايا لسه الكرة مع هايا تسلم على طول لشهد. شهد على الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 نقاط توسع الفارق الى 19 سموحه 16 نادي الاهلي ينتهي معها احداث الكوارتر الاول بتقدم سموحه 3 نقاط لصالحه على النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني ونعود اليكم في بدايه احداث الكوارتر الثاني. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وكنا مع اعداد لاحداث الكوارتر الاول. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم سموحه 19 16 فرق 3 نقاط. واحده من المباريات اللي هتستمتع بيها عزيزي المشاهد على قناتكم فقط على قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا بتشكيله زي ما قلت لحضراتكم مريم وسيم ياسمى محمد جنى عبد الرحمن وهنا حتحوت وجودي الجوهري واجرى التغييرات بعد كده الكوتش مودي الجرحي مع الكوتش ماجد سلامه بلوجين محمد لبدايه احداث الكوارتر الثاني. فاطمه ياسر تعود الى ارض الملعب رقم 2 لوجين محمد دبل زيرو 19 16 زي ما حضراتكم شايفين. كوتش مودي الجرحي في حاله تركيز مع الكوتش كريم اسماعيل 19 16 لصالح نادي سموحه. نصف نهائي او سيمي فاينل دوري المرتبط على صاله برج العرب. لاعبات النادي الاهلي والحيازه التبادليه لصالح نادي سموحه. هيا محمد تعدي من تمان النادي الاهلي
تاخد سكرين اول وسكرين ثاني، تسلم على طول لشهد، شهد على الاوبن شوت ثري بوينت، تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. ثلاث نقاط فاطمه ياسر تعود الى ارضيه الملعب ومعها ايضا حبيبه ضياء رقم 30. هنا هتخوض زون الديفنس 2 3 لنادي سموحه. فاطمه ياسر سلم للمجاين، مجاين الناحيه الثانيه هتخوض على الاوبن شوت لكن بلوك على طول حاضر عن طريق حور ميسره، تلم الكره في الديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لنور محمد. نور في ال1 ان 1 مع حبيبه ضياء، تلف وترتكز بشمالها تروح تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان توسع الفارق الى 24 16. هتخوض لسه هتخوض معاك كرة، سلم على طول لفاطمه ياسر، تقلب الملعب على طول جنى عبد الرحمن، جنى في الاوبن شوت لكن المره دي ما بتنجحش، تلم على طول لاعبات نادي سموحه. هيا محمد في ال1 ان 1 هيا تقع منها الكوره، فاطمه ياسر تسلم وعلى طول وتبدا الفاست بريك عن طريق هنا حتقول تهدى هنا وتستنى اللقطه، تسلم لجاين، لجاين في ال1 ان 1 باص الكوره على طول لجنى عبد الرحمن في الاوت اوف بالانس، جنى عبد الرحمن كده ما ترتكزش صح وتضيع الكوره وترن اوفر على النادي الاهلي، تروح الكوره على طول ليه حور ميسره، تقلب الملعب لشهد، شهد في الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول نادي سموحه مره ثانيه عن طريق هيا محمد. 24 16 فرق الثمان نقاط لصالح نادي سموحه. حور ميسره تسلم على طول لجويريه، جويريه تحت الباسكت لهيا، هيا تشوت في الميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل لكن هنا في خطا شخصي وفاول بوشن كده على فاطمه ياسر. اعتقد فيه اصابه لهنا حتحوت لكن هنا يعني الكوتش موجي الجرح كده بيطمن عليها بتقول له انا تمام. هل هيتم تغييرها؟ هيتم تغيير جنى عبد الرحمن بملك الالف. اوتسايد لصالح نادي سموحه. الاوتسايد مان تو مان النادي الاهلي. حور ميسره سلم على طول لشهد وائل، شهد طلع على طول لجويريه، جويريه في البنتريشن تروح لكن بلوك ولا اروع من هنا حتحوت لكن كابتن دينا كان لها راي اخر ان فاول على هنا حتحوت بتو شوت لصالح جويريه محمد. جويريه على الفري ثرو الاول. جويريه فري ثرو اول ناجح، تنجح في تسجيل الفري ثرو الاول او الرمية الحرة الاولى. جويريه على الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل، ارتفع الفارق الى 10 نقاط. كوشن الاهلي 26 نادي سموحه. لجاي محتاجين تركيز اقوى من كده في انهاء الهجمات يعني بطريقه اكثر. لجاين باص كده على طول وتيرن اوفر وباد باص كده من لجاين تطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. البريشر من النادي الاهلي انتج عنه في الكره الاخيره ان هيا محمد عملت الباك زون، ده اللي بيلجا اليه النادي الاهلي، يضغط النادي الاهلي مان تو مان فول كور او البريس من اول الملعب. شهد وائل تاخد الكره تعمل لها سكرين، لسه شهد وائل محتفظ بالكره، تسلم على طول لنور، نور على طول بدورها تسلم لجويريه، جويريه ضغط اهلاوي لهيا محمد. هيا لسه معاها الكره، طلبت سكرين من نور لكن هنا هتخوض معاها في الدرايف، هيا تروح لك توصل لكن الفاول الخطا الشخصي الثاني على هنا هتخوض، هنا هتخوض والفاول الثاني بالتو شوتس. هل سيجري تغييرها والدفع بلاعيبه اخرى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي من الكوتش مودي جاب. هيتم تبديلها فعلا من فاول هيا، تنزل مكانها جودي الباز. فري ثرو ولا هيا تنجح في التسجيل. هيا على الفري ثرو الثاني لا تسجل، لما على طول نور، نور ترتكز بيمينها تروح وتوصل تنجح في تسجيل النقطتين كمان لصالح نادي سموحه. فاطمه ياسر في بدايه الهجمه طلبت السكرين، جت لها ملك الالفي، طلع على طول في البيز لاين لجودي الباز، جودي تطلع السكيب باس لملك الالفي على الاوبن شوت، راحت شاطت لكن ما بتنجحش التسجيل، تخبط في ايد لاعبات نادي سموحه وبتطلع اوتسايد على حور ميسره لاعيبه نادي سموحه. اوتسايد اهلاوي دفع الفارق الى 13 نقطة، هل سيلجا كوتش مودي الجرحي الى تايم اوت؟ هل سيلجا الى الضغط؟ احتمالات كتير بيفكر فيها كوتش مودي الجرحي. تقلب الكرة على طول لجودي الباز،
لجين عفوا لجين على اوبن شوت ما بتنجحش بالتسجيل، بلم على طول جويريه، جويريه في الفاست بريك تروح وتسلم وما بتنجحش بالتسجيل، شاهد وائل بلم على طول لجين تسلم لفاطمه ياسر، فاطمه ياسر في بدايه الهجمه سبع دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، فاطمه سكرين من ملك الالفي سلم على طول للباز، الباز لجين لسه زون ثلاثة اثنين ثلاثة نادي سموحة، فاطمة ياسر، فاطمة في الدرايف، فاطمة تسلم على طول لحبيبة ضياء لكن تخبط في الأخير في إيد خور ميسرة وبتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي. أربع ثواني متبقية على زمن الهجمة، أربع ثواني متبقية على زمن الهجمة. ملك لجين، لجين في الاوبن شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسديد، بتلم على طول لاعبات نادي سموحه تخبط في ايدهم مره ثانيه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق 43 ثانيه وهجمه جديده و14 ثانيه جديده لصالح لاعبات النادي الاهلي، فاطمه ياسر على خروج الكره من البيز لاين او من الاوت سايد سلم على طول للباز، سلم تحت الباسكت الالفي السكيب باس لفاطمه ياسر، فاطمه على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، سكند شانس حاضر لكن غير موفق من ملك الالفي، لما على طول هيا هيا بدورها تسلم لجويريه، جويريه في الوان ان وان راحت في البيز لاين، جويريه لسه لازم الاهلي يضغط اقوى من كده، نور لشهد وائل، شهد وائل لنور مره ثانيه في البيك اند رول، نور لشهد وائل في الدرايف فلوتر شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، الريباوند اهلاوي جود البادز لفاطمه ياسر، فاطمه فاطمه ياسر ما زالت الكره تحتفظ بها تسلم لجود الباز لجين على الهاي بوست لملك الالفي السكيب باس عند فاطمه ياسر، فاطمه في الدرايف بيك اند رول روعه عند حبيبه ضياء تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني، حبيبه ضياء بعد اسيست من فاطمه ياسر، جويريه ما زالت الكره معها تسلم لهاي محمد الفرق الى 11 نقطه النادي الاهلي، وادي هيا محمد لكن في الاخير تعترضها وفاول، نشوف الفاول على مين؟ على حبيبه ضياء بتو شوتس لصالح نادي سموحه، خرجت هيا محمد من سموحه، نشوف مين نزل مكانها دلوقتي، وادي هيا محمد الفري ثرو اول، ده شاهد وائل اللي خرجت عفوا، هيا محمد فري ثرو اول غير ناجح، هيا على الفري ثرو الثاني او الرمية الحرة الثانية نجحت في التسجيل، بس على الفارق الى 12 نقطة لصالح نادي الاهلي، فاطمة ياسر في بداية الهجمة سلم على طول للجين، ما زال نادي سموحة في زون ديفنس 2 3 او دفاع المنطقة، سلم فاطمة ياسر في الاوبن شوت لكن تراجعت عن موقفها وسلمت، لكن هنا بتعترضها مين؟ بتعترضها حور ميسرة بفاول وخطأ شخصي لصالح النادي الاهلي، 5 دقايق 28 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فاطمة ياسر في الاوبن شوت، حبيبة ضياء من البيز لاين على الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاه ملك الالفي لكن في الاخير نور محمد تلم الريباوند وتسلم لها، هيا هيا تبدا الهجمه عن طريق جويريه، جويريه لسه الكره معاها، تقلب الملعب من نور، نور الناحيه الثانيه على طول ليه جودي وليد اللي لسه نازله لهيا محمد مره ثانيه، من تو من النادي الاهلي، هيا في الدرايف على الباسكت والدرايف لكن ما بتنجحش، راجع معاها ثاني تطلب السكرين من حور ميسره، لسه الكره معاها اخر ثانيتين تروح وتوصل وتنجح في تسجيل نقطتين مع البازر تايم، تنجح في تسجيل نقطتين تايم اوت، اعتقد على طول طلبوا الكوتش مودي الجرحي لايقاف تفوق نادي سموحه والنتيجه الان 32 18 تايم اوت، يطلبوا الكوتش مودي الجرحي، تعال نسمع تعليمات الكوتش مودي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
انتهى التايموت اللي طلب الكوتش مودي الجرحي. هل التعليمات ستعود وتغيير الدفاعات من المان تو مان للزون ديفنس؟ اهم حاجه في انهاء الهجمه في الدفاعات، انهاء الهجمه عفوا في الاوفنس او الهجوم، لابد ان يعني لازم نخلص الهجمه بباسكت، وفي الدفاع لازم ان احنا يعني نعمل دفاع كويس يصل الى حد ان احنا يا نقطع الكوره بدون فاول او بدون باسكت يسجل فينا. ده اعتقد ملخص اللي قاله كوتش مودي الجرحي. الاهتمام بالدفاع في المقام الاول ثم انهاء الهجمات يا اما من الانسايد او من الثري بوينت. لكن خلينا في بدايه احداث اخر خمس دقائق في عمر الكوارتر الثاني. 1-2-1-1 زون ديفنس او بريس من نادي سموحه، وادي تيرن اوفر من جودي الباز اللي بتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. ها يا محمد تبدا الهجمه، هاي افتح لعبه اكيد بيعتمد عليه كوتش محمود يونس. قلب النادي الاهلي زون ديفنس، سلم على طول لجودي وليد. جودي ده الطريق فاضي، تروح وتسلم ليه نور. نور بتطلع على الكيك اوت لجويريه تحت الباسكت على طول، لكن هنا تراي والاوتسايد لصالح نادي سموحه. لكن جود ديفنس من حبيب اضياء يعمل بلوك وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. سايد هاي هتطلع الاوت من البيز لاين، سلم على طول وتناصر معاها والثواني الاخيره قبل ال 24 ثانيه. لكن تراي على الباسكت كده، هل صفرت ال 24 ثانيه عامل فاول هو الاسرع؟ ده اللي هنشوف دلوقتي. في فاول هنا على حبيب اضياء اللي قدامكم على الشاشه، والتو شوتس لصالح شوف مين حبيب اضياء ضفهم. تو شوتس لصالح رينار رقم عفوا صلاح محمد رقم 11. نزل جودي الجوهري مكان حبيب اضياء، والتو شوتس والفري ثرو الاول غير ناجح لفرح محمد، والفري ثرو الثاني ايضا لفرح محمد. لا زالت النتيجه 14 نقطه لصالح سموحه 32-18. وادي هنا ديفنسيف ريباوند من ملك على طول، تسلم لفاطمة ياسر. فاطمة في بدايه الهجمه من البيز لاين على طول من جاين، جاين لفاطمة ياسر مره ثانيه. نهايه الهجمات من الانسايد هو التوقيت المثالي الان لصديق الفرد فاطمه ياسر. روح توصل لكن ما تنجحش في التسجيل، دفعات قويه من نادي سموحه. سلم على طول لهايا، هايا تبدا الهجمه، هايا تعدي بالملعب، لسه الكره مع هايا. سلم لجويريه لهايا مره ثانيه تحت الباسكت فاضي خالص عن طريق فرح محمد. مسكيب باص من لكن هنا الاوت باوند او لمس اللاين من جودي محمد، والاوتسايد لصالح نادي باز. هتطلع فاطمه ياسر تخرج، تنزل مريم وسيم بتغيير جري كوتش مودي الجرحي. مريم وسيم تبدا الهجمه، مريم تسلم لجود الباز، لكن جود الباز تنجح في الحصول على خطا وفاول عن طريق نور محمد ترتكبه امام جود الباز. اوتسايد لصالح بنات النادي الاهلي. 3:45 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عفوا مريم وسيم ما زال نادي سموحه زون ديفنس 2-3. هلال تسلم للكيك اوت لمريم وسيم، مريم وسيم للباز لجاين مره ثانيه، لجاين تقلب الملعب للباز، جودي الباز على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. حاول معاها كده لكن هنا جودي محمد جودي وليد لاعيبه سموحه حاول مع الكوره كده، لكن في الاخير تعترضها جودي الباز بفاول وخطا شخصي لصالح بنات نادي سموحه. محمود يونس للفني النادي سموحه، وايضا مدرب مساعد لفريق الدرجه الاولى سيدات، والتو شوتس لصالح جودي لاعيبه نادي سموحه. ريسو اول غير ناجح. جودي على الفري ثرو الثاني، 3:31 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، وادي خطا شخصي وفاول على نور محمد رقم 9 تجاه جودي جوهر رقم 26. مريم وسيم في بدايه الهجمه.
جاي نسام للباز، تقلب الملعب على طول لمريم وسيم، مريم للباز مره ثانيه في الميدل للوجين، لوجين على الاوبن شوت، لوجين شاطط لكن لا تنجح في التسديد، تحاول معاه جوري لكن ما بتنجحش في الحصول عليها، جودي وليد تنجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند وتروح وتوصل لكن ما بتنجحش ايضا في التسديد، فاصل بيكسر مريم وسيم في بدايه الهجمه الاهلاويه، مريم لسه وسيم معاه كوره تقف وتشوط والمره دي تنجح اخيرا، نجحت مريم وسيم في اضافه ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي، النادي الاهلي مسجل في احداث الكوارتر الثاني خمس نقاط حتى هذه اللحظه مع اقتراب نهايه الكوارتر الثاني، وادي هجمه اخيره تراي كده عملها سموحه لكن ما نجحش في التسجيل، تلم مريم وسيم في جود الباز والبنتريشن روعه الروعه تنجح مع انها تاخد فاول من جويريه محمد عشان تاخد تو شوتس 23 جويريه محمد بتو شوتس لجود الباز، جود الباز محتاجين النقطتين يتم 32 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، نور محمد تخرج وايضا جودي وليد تخرج، تنزل مكانها جودي محمد رقم اربعه وهنشوف مين اللي ينزل مكانها مكان نور محمد، ده في التغييرات في سموحه يا جري جري كوتش محمود يونس والباز على الفري ثرو لو الاهلي في اشد احتياج لنقاط الفري ثرو، نجحت جودي الباز في تسجيل الفري ثرو الاول الرامي حر جودي على الفري ثرو ثاني تنجح ايضا في التسجيل، الفارق الى 32-23 وتغيير وتايم اوت يطلبه الكوتش محمود يونس، ده الفارق الى تسع نقاط، نجح النادي الاهلي 32-23 لصالح نادي سموحه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده، نجح النادي الاهلي في الضغط في الاهتمام بالدفاعات طبقا لتعليمات الكوتش مودي الجرحي، نجح انه يخطف اكثر من كوره، نجح انه يسجل في الانسايد، نجح انه يسجل في 3 بوينت عن طريق مريم وسيم، وده الفارق الى تسع نقاط. نسمع تعليمات الكوتش مودي جرحي ونرجع لحضراتكم مره مريم وسيم واحدة من نجمات هذا اللقاء، إعادة من أكثر من جهة، شكرا لمخرجنا على الإعادات الجميلة من أكثر من زاوية، وأدي عودة مرة أخرى لبداية بعد التايم أوت لجيني سامي، جودي جواري، ملك الألفي، جودي جارك محط تركيز، جودي الباز ومريم وسيم، الخماسي اللي انهى بيه قبل التايم اوت كوتش مودي الجرحي يعود مره ثانيه، هل هيضغط الكابتن الكوتش مودي الجرحي؟ شوف دلوقتي هل بريس جوهري واحده من نجمات النادي الاهلي في ريباوند 23-32 مشاورات ما بين الكابتن كريم اسماعيل والكابتن مودي الجرحي، عودة نادي سموحه على ارضيه الملعب، هل هيضغط النادي الاهلي؟ شايف بدايه البريس تبدا من نص الملعب ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه تركيز من كوتش محمود يونس المدير الفني نادي سموحه والحيازه لصالح سموحه في بدايه الهجمه عن طريق هاي محمد البريس 1-2-1-1 على طول توصل لجويريه توصل تلحق معاه على طول مريم سام مريم وسيم طلع الكوره لهايا هايا عملت بنتريشن وقفت وراحت بشمالها لكن في الاخير اوت سايد لصالح نادي سموحه اوت سايد لصالح نادي سموحه طلع الاوت مان تو مان قلب النادي الاهلي سلم على طول لجويريه جويريه في ال1 ان 1 لكن ملك الالفي مش سايبها سلم على طول لفرح محمد تقلب الملعب على طول لشهد شهد وتسلم تاني تراي كده لجودي لكن ما بتنجحش في التسجيل دم على طول في اخر دقيقتين من عمر واحد اسهل زمن الكوارتر الثاني مريم وسيم للباز مريم على الاوبن شوت مريم شاطر نجحت في تسجيل ثلاث نقاط كمان عفوا مريم وسيم
ثلاثيتين في احداث وعمر الكوارتر الثاني. تقلب الملعب على طول لشاهد وائل، شاهد في الدرايف واحد على واحد، طلع السكيب باص للجويريه. حميه المباراه، سخنه المباراه، زون ديفنس النادي الاهلي 2 3. هيا محمد، هيا جربت حظها تشوط، لكن اير بول في الاخير وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. متوقع دقيقه 34 ثانية على نهاية أحداث الكورتر الثاني، لكن كامباك ولا أروع من بنات النادي الأهلي. تخرج هاي محمد بعد الشوطة دي، نزل مين مكان أوتسايد أهلاوي، مريم وسيم في بداية الهجمة. مريم في بداية الهجمة، من كمان نادي سموحة كاندرول، توصل لجود الباس، تخبط في ايد شهد وائل وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 17 ثانيه متبقيه على زمن الهجمه، دقيقه 26 ثانيه متبقيه على زمن انتهاء احداث الكوارتر الثاني. باري محسن في الاوت سايد، هتطلع الاوت، قلب نادي سموحه مان تو مان، وقف تقدم النادي الاهلي. باصات سريعه، او عفوا سكرينات سريعه، تروح على طول للالف، لكن الالف كده مش مالها، ما بتنجحش التسجيل. تعود ريناد مره اخرى رقم 10، سلم ليه هاني عبد الرحمن، قطعها على طول، وادي الباسكت روعه، نموذج من جيجي محمد اللي قطع في اللين بتاعها، تروح الكره ونقطتين جداد، وادي جيجي باز اللي بتروح وبتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل. هجمه عنتريه كده في الاخير، تستلم ريناد، ريناد طارق، تبدا الهجمه ريناد. اخر 55 ثانيه على طول شاهدوا هانيا لشاهد وائل، لهانيا مره ثانيه، هانيا حاول كده وتروح لكن مخالفه تمشي الكره، قرار صحيح من الكابتن دينا احمد الحكم الثاني في احداث هذه المباراه، قرار صحيح. 46 سنه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 34 26 8 نقاط لصالح نادي سموحه. تعليمات الكوتش مودي جرحي، مريم وسيم في بدايه الهجمه، تاخد السكرين على طول من جود الباز، لسه نادي سموحه مان تو مان. الالفي سلم من الباز في الوان ان وان، سكرين ودي سكرين، وادي البيك اند رول روعه، وادي الباسكت ولا اجمل من كده من ملك الالف اللي تنجح في اضافه نقطتين كمان تضيع الفارق الى 6 نقاط. وادي الباص تطلع الاوتسايد، الضغط يولد الاخطاء في الاخير، ترن اوفر على ريناد طارق اللي بتنجح دفاعات النادي الاهلي انهم يرتكبوا اخطاء شخصيه او ترن اوفر وتنجح الكره تروح للكره لصالح النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش محمود يونس، زي ما حضراتكم شايفين 34 28 لصالح النادي سموحه. كام باك زي ما قلت لحضراتكم من النادي الاهلي في النص الثاني من احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت يطلبه الكوتش محمود يونس، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ثانية متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني وانتهاء التايم اوت. بعد اعداد المباراة لقطات المباراة، مريم وسيم في الثري بوينت الاولى والثانية اللي بتضيع بيهم الفارق وتنجح بالكامباك. عودة للنادي الاهلي والهجمة اهلاوية، مريم وسيم 21 سنة متبقية، هجمة كاملة لصالح النادي الاهلي. مريم وسيم، مريم سلم على طول لجاني سامي تحت الباسكت للجوهري، الجوهري في الون وان بشمالها في السيمي هوك لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاها لعبات النادي الاهلي، ريناد على طول تخطف الكره وتبدا الهجمه، سلم ليه شهد وائل، شهد تقلب السكيب باس على طول لهاني عبد الرحمن اللي بتقف وتشوط لكن اير بول تلم على طول، لكن صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني كانت هي الاسرع بنتيجه 34 نادي سموحه 28 النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، استراحة قليلة ما بين أحداث الكوارتر الثاني والثالث ونعود إليكم بإذن الله في بداية أحداث الكوارتر الثالث. لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم على الهواء مباشرة.
الرحمن الرحيم. السادة والسيدات مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، عدنا إليكم مرة تانية لبداية أحداث الكوارتر الثالث ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة، سيمي فاينال دوري المرتبط على صالة برج العرب بالإسكندرية. انتهت أحداث الكوارتر الأول بنتيجة 19 سموحة 16 الأهلي. أما الكوارتر الثاني نجح نادي سموحة في الحفاظ على تفوقه 34-28 في ظل كامباك رائع أجاده النادي الأهلي في النص الثاني زي ما قلت لحضراتكم من أحداث الكوارتر الثاني. ادينا بعض الإحصائيات من صالة الشباب والرياضة أو عفوا صالة برج العرب. توب سكورر النادي الأهلي حتى هذه اللحظات هي مريم وسيم بثمان نقاط، ثم هنا حتحوت بست نقاط ده في النادي الأهلي. أما في نادي سموحة شيح لواء الرقم 5-6 نقاط، وأيضا نور محمد رقم 9-6 نقاط. ده توب سكورر للفرقتين. 42 محاولة للنادي الأهلي على الفيل جولد سواء كانت ميديم شوت أو ليب أو 3 بوينت، نجح في تسجيل 10 محاولات. أما نادي سموحة 34 محاولة نجح في تسجيل 12 محاولة. النادي الأهلي على الثري بوينت 15 محاولة نجح في تسجيل 3 منهم 2 لمريم وسيم و1 لجنة عبد الرحمن، ونادي سموحة نجح في تسجيل 5 من أصل 14 محاولة، كان من نصيب هاني عبد الرحمن رقم 3 ومحاولة ناجحة، ونور من نصيب أو شهد وائل محاولتين، ثم شاهد وليد رقم 14 محاولة، وأخيرا جويرية بمحاولة وحيدة. تعليمات الأخيرة للكوتش مودي الجرحي في بداية أحداث الكوارتر الثالث. 34-28 ست نقاط هو الفارق لصالح نادي سموحة. إن شاء الله زي ما أذكر حضراتكم بإذن الله في الخامسة والنصف بإذن الله نقل مباراة الأهلي وسموحة سيدات في اليوم الأول، وإن شاء الله هنكون معاكم يوم الخميس بإذن الله في المباراة الثانية في مباراة العودة بإذن الله. نرجع للتشكيل الفريقين نادي سموحة هاني محمد هاني عبد الرحمن عفوا جودي محمد شهد وائل نور محمد رينات طارق وفرح محمد شهد وليد هنا أحمد خور ميسرة جويرية محمد هاي محمد وجودي وليد القادة الفنية للكوتش محمود يونس. أما النادي الأهلي لجينا عمرو فاطمة ياسر مريم وسيم ملك الألفي ياسمة محمد جنى عبد الرحمن جودي الباز هنا حتحوت جودي جوهري حبيبة ضياء هيا أمجد وهنا ممدوح والقيادة الفنية للكوتش ماجد سلامة ومدير القطاع الكوتش مودي الجرحي. كوتش ماجد سلامة وتعليمات الأخيرة مع كوتش مودي الجرحي. كابتن فريق في نادي الأهلي هي جنى عبد الرحمن رقم 14 وكابتن فريق نادي سموحة هي شهد وائل رقم 5. حكام اللقاء هو الكابتن أحمد شحاتة والكابتن جينا أحمد. خلاص بداية أحداث الكوارتر الثالث والحيازة لصالح بنات النادي الأهلي. هنا هتحوط تعود إلى أرض الملعب مرة تانية معاها كوتش ماجد سلامة معاها مريم وسيم واحدة من نجوم الكوارتر الثاني واللقاء. هنا هتحوط كانت خرجت في أحداث الكوارتر الأول لارتكابها خطأين شخصيين كده عند ستارت اللاين اب للنادي الاهلي. هنا حتحوت مريم وسيم ياسمة رقم 9 وهنشوف مين تاني وهنشوف برضه لستارت اللاين اب للنادي الاهلي نادي سموحة. مريم وسيم هتستلم الكرة من هنا حتحوت في بداية الهجمة مان تو مان نادي سموحة ملك الالفي هندوف مع حتحوت لمريم وسيم مرة تانية تنزل لملك الالفي في الوان ان وان تحاول تلف وترتكز وتطلعها وتطلع كيك اوت لجودي الباز على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل تلم تاني الاوفنسيف ريباوند عند النادي الاهلي هتحوط تاخد السكرين هتحوط في درايف واحد على واحد تطلع منها وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي اوتسايد اهلاوي مريم وسيم تطلع الاوت تسلم لحتحوط هتحوط واحدة من مفاتيح لعب النادي الأهلي اللي بيعتمد عليها كوتش ماجد سلامة هتحوط في الدرايف واحد على واحد تنجح في إنها تاخد خطأ شخصي وفاول على جويرية محمد رقم 23 أوتسايد أهلاوي تجدد معاه زمن الهجمة إلى 14 ثانية مرة أخرى هتحوط طلع الأوت لمريم وسيم من تمنى دي سموحة ريناد تتولى رقابة
مريم وسيم، مريم في الدرايف واحد على واحد توصل تنجح في تسجيل اول نقطتين وتو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي الذهبي بفارق الى 4 نقاط بدايه احداث الكوارتر الثالث. يتقدم ينجح في تسجيل اولى النقاط النادي الاهلي. جويريه سلم على طول لرينات تحت الباسكت اوبن شوت او عفوا ليب عن طريق هاني جودي محمد تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني توسع الفرق الى 6 نقاط مره ثانيه. الجوهري سلم الهاند اوف على طول لجودي باز جودي في الدرب واحد على واحد بالكروس اوفر تحاول تلف وترتكز تطلع تروح توصل لكن ما بتنجحش في التسجيل تخبط في ايد لاعبات نادي سموحه. جويريه محمد وتطلع اوت سايد لصالح النادي. 8 دقائق 45 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مريم وسيم سلم ليه حتحوت حتحوت تاخد سكرين من الجوهري لكن تعترضها جويرية للمرة الثانية بفاول وخطأ شخصي وثلاث أخطاء شخصية على نادي سموحة في التوتال. خطأين على جويرية محمد. وادي السكيب باص حلوة قوي بشمالها جودي الجوهري لكن ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول. فرح محمد سلم لرناد تقلب الملعب على طول لجويريه اللي بتروح وبتوصل وبتنجح في تسجيل نقطتين كمان توسع الفرق الى 8 نقاط. فاست بريك وغفله دفاعيه اهلاويه في الترانزيشن ديفنس او التحول من الهجوم الى الدفاع. هتحوت في الدرايف تقلب الملعب لباز اكسترا باص عند مريم وسيم تروح وتشوت وتنجح في تسجيل 3 نقاط الثلاثيه الثالثه لمريم وسيم تدعي الفرق الى 5 نقاط لصالح نادي سموحه. مريم وسيم بثلاث ثلاثيات في الميعاد والمكان المضبوط على الموعد دائما وابدا. مريم وسيم ضغط اهلاوي لكن في الاخير توصل لجويريه تقف في الميديم شوت لكن هنا في فاول وخطا شخصي على جودي الجوهري. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح نادي سموح. تاخد نفسها كده جويريه يجري كوتش مودي جرح تغيير تخرج هنا هتحوت وتنزل مكانها لجين سامي رقم دبل زيرو. ريسو اول ناجح وفريسو ثاني ايضا ناجح لصالح نادي سموح. 33 40 ارتفع الفرق الى 7 نقاط مره ثانيه. مريم وسيم مريم في السكرين مع ملك الالف في الدرايف طلع واحد على واحد تاخد في الاخير فاول وخطا شخصي للصالح مريم وسيم. تو شوتس لمريم وسيم او رميتين حرتين لمريم وسيم. في سلو اول ورميه حره اولى لمريم تنجح في التسجيل. ريسو تاني لمريم وسيم تنجح ايضا في التسجيل. الفرق الى 5 نقاط لصالح نادي سموحه. 40 35 لصالح سموحه. زون ديفنس النادي الاهلي 2 3. ريناد تاخد سكرين من جودي محمد لكن مريم وسيم معاها. لسه ريناد معاه كرة تحاول توصل كده الكرة لكن وصل الكرة لشهد وائل لكن في الأخير جودي بس حط إيدها في الكرة وبتطلع أوت سايد لصالح نادي سموحة. 8 ثواني متبقية على زمن الهجمة. ريناد آخر 5 ثواني تاخد السكرين على طول تقف ريناد على الميديم شوت وتشوت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول لعبات النادي الأهلي عن طريق ملك الألفي. ملك تبدأ الهجمة. ملك ملك لسه الكرة مع ملك الاول ذا واي تسلم للوجاين تاخد سكرين لوجاين في الدرايف واحد على واحد توصل تروح تنجح في تسجيل نقطتين كمان. اذا تعليمات كوتش ماجد سلامه هو اللعب الانسايد والدرايف والوصول الى الباسكت. ثلاثيه وحيده بس شطها او تراي وحيد شطها النادي الاهلي وادي تحت الباسكت ونجح دفاعات النادي الاهلي انها تتعمل ترن اوفر واوت سايد للصالح نادي الاهلي. ده الفارق الى 3 نقاط لاعبات النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 6 دقائق 55 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مريم وسيم في بداية الهجمة الاهلاوية. مريم من تمان نادي سموحة. ودي فاول وخطأ شخصي.
على هنا محمد رقم 15 تجاه ملك الفي. والاوتسايد اهلاوي. مريم وسيم هتطلع الكرة. وسيم للالفي. درايف واحد على واحد طلع لوسيم في الكيك اوت. وسيم على الاوبن. ثلاث نقاط تعدل بيهم النتيجه الى التعادل ونقطه صفر مره اخرى. مريم وسيم 2 3 بوينت في الكوارتر الثاني و2 3 بوينت في بدايه احداث الكوارتر الثالث تعدل بيهم النتيجه في الوقت المناسب واللي يحتاجه النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه كوتش محمود يونس. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم. افكر حضراتكم 6 دقائق 41 ثانيه تعادل الفريقين 40 40. خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمود يونس. ثلاثيتين لمريم وسيم تعدل بيهم النتيجه الى التعادل بعد تاخر من ست نقاط. اصبح الان نتيجه التعادل واحده من المباريات القويه لهذا الموسم ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه. ناشئه الاهلي تحت 18 سنه وناشئه سموحه تحت 18 سنه ايضا. الثلاثيه الاخيره اللي عدلت بيها النتيجه وفي الاخير على طول كوتش محمود يونس ثلاثيه مريم وسيم زي ما قلت لحضراتكم في النصف الاخير من الكوارتر الثاني. نجحت في ثلاثيتين دقيقات بيهم الفارق ثم العوده بثلاثيتين ايضا في احداث الكوارتر الثاني. كوتش محمود يونس وانفعالاته وادي بدايه الهجمه لصالح نادي سموحه. الهاي بوست تحت الباسكت كده لازم نعمل ريكفر. وادي تراي على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ملك الالفي ديفنسيف ريباوند ولا اروع تروح على طول لسه ملك الالفي. الهاند اوف على طول مع لوجاني سالم. لوجاني تاخد من سكرين عام درايف بيك اند رول لكن هنا في الاخير سلمت لي لكن فكره حلوه لكن الباصه كانت سريعه ما لحقتهاش ملك الالفي. وادي كوتش داني كوتش ماجد سامي ماجد سلام عفوا كوتش داني هو رئيس القطاع دي فرق الناشئين والناشئات للنادي الاهلي. هيا محمد تعود الى ارضيه الملعب. سلم على طول تحت الباسكت وجود محمد في الوان وان تروح بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين وتعدل الفارق الى التقدم نادي سموحه نقطتين مره ثانيه. مريم سامي مريم وسيم عفوا مريم وسيم للجوهري هاند اوف مع لجين. لجين لسه الكره مع لجين لمريم وسيم مره ثانيه عايزه تسلم للجوهري. سلمت الجوهري فعلا الجوهري في البيز لاين تروح وتوصل تنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي على جودي محمد رقم اربعه والتو شوتس لصالح نادي الاهلي. الجوهري والكابتن احمد شحاته في الفاول كده اي خطا شخصي هو فاول على نادي سموحه بالتو شوتس من اي منطقه في الملعب. الجوهري على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. الفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. اعتقد النتيجه 42 42 اعتقد هذا تغيير. تخرج جودي محمد من سموحه تنزل مكانها نور محمد رقم تسعه. والاوتسايد لصالح سموحه. هيا محمد تفكيره عميق من الكوتش مودي الجرحي. هيا تسلم على طول لشهد. شهد تقلب الملعب من الناحيه الثانيه توصل لشهد مره ثانيه دفاع قوي من النادي الاهلي. وادي هنا فاول وخطا شخصي والكاونت والاند 1 لصالح شهد وليد. شهد وليد كاونت اند 1 44 42 والفاول على مريم وسيم. اند 1 لشهد. خمس دقائق و33 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. شهد على الفري ثرو او الاند 1 ما بتنجحش في التسجيل. نور محمد تلم الكوره ولكن هنا في الاخير تعترضها بفاول وخطا شخصي جودي الجوهري.
وإن كنت أشك أنها مخالفة المشي بالكرة على نور. لو شفناها في الإعادة هنتأكد. تو شوتس لصالح نور. نور على الفري ثرو الاول، تقدم نادي سموحه بفرق نقطتين عن النادي الاهلي. فري ثرو اول غير ناجح من نور. اعتقد كوتش مودي هيجري التغيير ده اللي هنشوفه دلوقتي. وفري ثرو ثاني ناجح، بينجح في تسجيل نقطه وحيده وثلاث نقاط. مريم وسيم تخرج من ارض الملعب، شوف نزل من مكانها فاطمه ياسر. فاطمة ياسر تبدأ الهجمة. فاطمة سلم للوجي، لوجي في البنتريشن، طلعت الكيك اوت، هتطلع الكيك اوت لكن في الأخير شاطت كده وما بتنجحش في تسجيل. الجوهري في الأوفنسيف ريباوند ولا أروع، تنجح في تسجيل باك لي اب جميل وتعدل النتيجة إلى 44-43. زون ديفنس رجع النادي الأهلي 2-3. ملأ نور على الهاي بوست، تقلب على طول لهايا، هايا في الوان ان وان تقلب على طول ليه شهد، شهد في الدرايف واحد على واحد تنجح في تسجيل نقطتين، وسع تضيق الفارق او تخلي الفارق الى 45 44 نقطة وحيدة. وادي باص ولا اروع لجودي الباز عن طريق فاطمة ياسر، لكن جودي الباز تنجح انها تاخد خطأ شخصي وفاول على هنا احمد رقم 15 وتو شوتس لصالح لاعبات النادي الاهلي. ادي فاطمة ياسر وادي الاعتراض من هنا احمد، والفري ثرو الاول لجودي الباز. جودي على الفري ثرو الاول نجحت في التسجيل، عد النتيجه الى التعادل. جودي والفري ثرو الثاني، وفي الخلفيه يظهر كوتش مودي تتنجح في التسجيل. الجوهري على طول تحاول معاها لكن تخبط في الاخير فيها وتطلع اوت سايد لصالح نادي سموحه. 4:39 على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، والتعادل هو سيد الموقف حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين. فقط على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي ننقل لكم كل ما يخص لاعبات ولاعبين النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. نور تحت الباسكت، طلع لهايا، هايا على الاوبن شوت 3 بوينت، شاطت نجحت في تسجيل ثلاث نقاط، عدلت الفرق الى ثلاث نقاط لصالح نادي سموحه. هايا محمد، فاطمه ياسر تبدا الهجمه الاهلاويه. فاطمة سلم للباز، الباز جاي لها سكرين من الجوهري، الباز في الون ان وان درايف، طلع كيك اوت على طول للوجين، لوجيني على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول تلم على طول لاعبات نادي سموحة. شهد سلم لهنا، هنا توقف وتسلم لشهد مرة ثانية، شهد في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. الجوهري ديفنسيف ريباوند وتسلم للوجين، لوجين تبدا الهجمة وتسلم لفاطمة ياسر، فاطمة ياسر تهدى كده على ملعبها وتلعب في السيت بلاي. لوجين في الدرايف واحد على واحد، لوجين في اليورو ستيب لكن هنا في الاخير ووكن وترافلينج ومخالفه المشي بالكره وترن اوفر على النادي الاهلي. اوتسايد لسموحه، ثلاث نقاط هو الفارق. هيا محمد تبدا الهجمه. نور تحت الباسكت، لف وترتكز وتروح بيمنها بالهوك، تنجح في تسجيل نقطتين توسع الفرق الى خمس نقاط. نور محمد رقم 9 اللي قدام حضراتكم. تبدا الهجمه الاهلاويه عن طريق فاطمه ياسر، فاطمه للوجيني سامي، لوجيني الجوهري تحت الباسكت، تلف وترتكز بشمالها تنجح في تسجيل هوك جميل بنقطتين وتو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. ده الفارق الى 47-52، خمس نقاط فارق. زون ديفنس ما زال النادي الاهلي. هايا تسلم لشهد، لهايا مرة ثانية جالها سكرين على طول من هنا، هايا لسه معاها كورة لكن ترن اوفر وباد باص كده، تنجح في الستيل على طول. واو الجوهري تنجح في الستيل وفاطمة ياسر تنجح في الان سبورتس مان لايك فاول على هنا محمد رقم 15 و رميتين وحيازة للأهلي والأهلوية. فاطمة ياسر على الان سبورتس مان لايك فاول. فاطمة ياسر هنا في اعتقد تكنيكال فاول كمان على الكوتش محمود يونس، في تكنيكال فاول على الكوتش محمود يونس، خطا فني. جودي الباز رميه وحيده
على التكنيكال فاول ورميتين وحيازه على الان سبورتسمان لايك فاول. تنجح جود الباز في تسجيل الفري ثرو الاول، تعود اللي ارتكبت ضدها الان سبورتسمان لايك فاول فاطمه ياسر، فري ثرو اول غير ناجح، 4 نقاط هو الفارق. فري ثرو ثاني ومعه الحيازه، تنجح فاطمه ياسر في تسجيله. الحيازه اهلاويه خرجت هنا وخرجت نور، نزلت مكانهم، هنقول لحضراتكم مين نزل مكانهم دلوقتي حالا، نزلت مكانهم مات فرح رقم 11 لوجيني سامي، معاها شهد وليد، تنجح لوجيني في انها تاخد السكرين، لوجيني على الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 نقاط تعادل النتيجه الى التعادل مره اخرى، 52 52، دقيقتين و50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. هيا تاخد السكرين من جودي، تقلب الملعب في البزان على طول لشهد، لهايا شهد مرة تانية، شهد في الدرايف واحد على واحد تلف وترتكز وتطلع كيك اوت لهايا على الميديم شوت، شاطت على طول فرح، لكن في الاخير تلم جودي محمد السكند شوت وترتكب فاول معاها جودي الجوهري، وادي الثري بوينت على الاوبن شوت اللي نجحت لوجيني سامي في تسجيلها، وتو شوتس لصالح جودي محمد نجحت في التسجيل. جنى عبد الرحمن عادت الى ارض الملعب مره ثانيه، هي اللي ارتكبت الخطا الشخصي الاخير. جنى على جودي على الفري ثرو الاول نجحت، والفري ثرو الثاني ايضا نجحت، وسعت الفرق الى نقطتين لصالح بنات نادي سموح. فاطمه ياسر تاخد سكرين من الجوهري، فاطمه في الدرايف باص حلو قوي جودي الباس، اسيست ولا اروع، ما فيش اجمل من كده من فاطمه ياسر. جودي الباس بتقبل الهديه وبتعدي النتيجه الى التعادل مره ثانيه، مرة تانية ايه قول، مرة تالتة ورابعة وخمسة وستة، واضح ان الماتش مش هيخلص الا في ثواني الاخيرة. وادي على الهاي بوست فرح طلع كيك اوت لشهد، شهد بتشوط 3 بوينت لكن ما بترجعش في التسجيل، الجوهري تحاول معاها في الاخير تلم فرح، سلم لشهد لشهد وليد، هيا لشهد وليد مرة تانية، درايف من البيز لاين تلف وترتكز، سلم لجودي لكن الستيل حاضر على طول من فاطمة ياسر اللي بتسلم بدورها على طول للجاي، فاطمة تهدى فاطمه في السيت بلاي، فاطمه مستنيه اللقطة، سلمت لجنى عبد الرحمن، اوبن شوت جنى، اوبن شوت جنى لكن ما بتنجحش التسجيل، جودي الباز بتحاول معاها لكن بالاخير تطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. تعادل الفريقين 54 54. عادت هاني عبد الرحمن الى ارض الملعب بدلا من شهد وليد رقم 14 في تغيير جري كوتش محمود يونس. هيا محمد تبدا الهجمه لنادي سموحه، دقيقه ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ليه هاني، هانيا تقلب الملعب على طول لشهد وائل، شهد تاخد السكرين من جودي، طلع لهانيا، هانيا في الاوبن شوت 3 بوينت شوتت نجحت في تسجيل 3 نقاط، وسع الفرق الى 3 نقاط لصالح نادي سموحه عن طريق هانيا عبد الرحمن. لوجيني سامي تاخد السكرين من الجوهري، لوجيني في الدرايف سلم للجوهري، الجوهري على الميديم شوت شوتت نجحت في تسجيل نقطتين كمان لصالح بنات النادي الاهلي. كوتش مودي والتعليمات لبنات النادي الاهلي، قلب النادي الاهلي مان تو مان. فاطمه ياسر مع هايا تسلم على طول لجودي، جودي معاها جنى عبد الرحمن تاخد الهاند اوف على طول من لهانيا عبد الرحمن، هانيا تروح بدرايف واحد على واحد لكن ما بتنجحش في التسجيل، حاول معاها تنجح فعلا في الستيل الجوهري، 3 على 2 في الفاست بريك عن طريق الباز، سلم ليه فاطمه ياسر، فاطمه في الدرايف راحت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين كمان، فاطمه ياسر واحده من نجوم هذا الكوارتر، تنجح في تسجيل نقطتين تخلي التقدم باللون الاحمر لصالح بنات النادي الاهلي. هاي محمد تسلم على طول لفرح محمد، فرح بالهاند اوف معاه شهد وائل، تقف وتشوط لكن في الاخير جودي بس اعترضها بخطا وفاول لصالح شهد وائل رقم 5 جودي الباز رقم 21. والاعتراض ثم التو شوتس لصالح شهد وائل. 58 57 اخر 20 سنه متبقيه على عمره احداث الكوارتر الثالث. شهد وائل فري ثرو اول تنجح في التسجيل تاتي مع التعادل للفرقتين 58 58. فري ثرو ثاني نجحت ايضا شهد وائل في تسجيل الفري ثرو الثاني تجعل التقدم
بفارق النقطة الوحيدة لصالح نادي سموحة. آخر 20 سنة متبقية في عمره أحداث الكوارتر الثالث. لجاي نسامي لفاطمة ياسر لجودي الباز مرة تانية. فاطمة ياسر باصات سريعة متبقية قد إيه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فاطمة في الدرايف واحد على واحد. فاطمة في الكيك أوت لجنة عبد الرحمن. جنة اختميها بثلاثية يا جنة، لكن حظها واحد على طول تنتهي مع أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث 59-58 لصالح نادي سموحة. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين ما بين أحداث الكوارتر الثالث والرابع، نسمع فيهم التعليمات، نشوف فيهم الإعادات، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير والكوارتر الاخير الكوارتر الرابع ما بين نادي الاهلي ونادي سموحه في نصف نهائي او السيمي فاينل دوري المرتبط لموسم 23-24. بعد هذه المباراه افكر حضراتكم هيقام لقاء المرتبط ما بين الجزيره وسبورتنج، ثم في الخامسة والنصف باذن الله على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي سيقام لقاء السيدات ما بين الاهلي وسموحه اللي هنذيعه لحضراتكم. بدايه احداث الكوارتر الرابع، نقطة وحيدة لصالح نادي سموحة. ادي الكرة في حيازة نادي سموحة، وادي التراي الأولى، لكن في الأخير فاول، وفاطمة ياسر تنجح بالحصول يعني ترتكب خطأ شخصي وفاول بتشوت لصالح نادي سموحة. فاطمة ياسر جودي الباس جنى عبد الرحمن، هنا هتحوت تعود إلى أرض الملعب، والجودي الجوهري جنى عبد الرحمن هنا هتحوت تعود بدل من لجاي نسامي. والفري ثرو الأول لشهد وليد اللي تنجح في تسجيله. وسع الفرق الى نقطتين، فري ثرو ثاني لا تسجل، لما فاطمه ياسر على طول تبدا السيت بلاي والهجمه لبنات النادي الاهلي. سيت بلاي جديد يبداه النادي الاهلي، هتحوط تعود الى ارض الملعب، تاخذ سكرين من جنى عبد الرحمن، توسع لها الطريق تقلب الملعب الناحيه الثانيه للباز، الباز على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول هيا محمد تبدا الهجمه لصالح نادي سموحه، هيا تقف وتطلع الكيك اوت لحور ميسره، تقلب الملعب في الاكسترا باص وتسلم على طول لجودي تحت الباسكت في الشوت او في اللي اب لكن ما بتنجحش في التسجيل. فاطمه ياسر على الديفنسيف ريباوند، لسه الكره محتفظه بيها فاطمه ياسر. بدايه الهجمه عند حتحوت، سلم للجوهري لفاطمه ياسر مره ثانيه، زون ديفنس 2 3 نادي سموحه لحتحوت، حتحوت في الدرايف توصل تروح لكن تعمل لها بلوك، حاول مره ثانيه جنى عبد الرحمن اللي بتنجح في الديفنسيف ريباوند وتراي على الباسكت ما بتنجحش في التسجيل، يلم على طول هيا محمد لاعبات نادي سموحه تبدا الهجمه هيا في الدرايف واحد على واحد لكن في الاخير هنا هتحط وقفتها ودفاع قوي زون ديفنس ما زال النادي الاهلي عفوا مان تو مان. وادي في الاخير شهد وليد توصل لكن جودي بس ارتكب معاها فاول وخطا شخصي بالتو شوتس لصالح شهد وليد. 8 دقائق 46 ثانيه على
انتهى احداث المباراة والكورت الرابع. جاد وليد على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني شهد لا تسجل. لما على طول فاطمة ياسر. فاطمة لسه الكورة مع فاطمة ياسر في السيت بلاي. زون ديفنس 2 3 فاطمة ياسر لحتحوت هنا حتحوت. وادي فاطمة على الفلوتر شوت تنجح في تسجيل نقطتين ابتداء الفرق إلى نقطة واحدة. 60-61 للصالح نادي سموحة. فلوتر شوت من فاطمة ياسر مفيش أروع من كده. مانتومان النادي الأهلي. جويرية حاول تعدي عدت فعلا راحت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين. طلع على طول النادي الأهلي في بسرعة شديدة. فاطمة ياسر في السيت بلاي. فاطمة لهنا حتحوت حتحوت سيطر على الكرة تسلم ليه الباز تقلب الناحية الثانية لفاطمة ياسر. فاطمة في الدرايف واحد على واحد تروح وتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل. الجوهر تحاول معاها لكن في الأخير توصل لهايا محمد. هايا تبدأ الهجمة. هايا تسلم على طول لكن بلوك ولا أروع من حتحوت وبتلم على طول. هانيا هانيا اللي بتشوط على اوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تخبط كده يعني هارد لك هارد لك ما اقدرش اقول غير انها هارد لك في حبيبه الجوهر اتخبطت في رجليها كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. اوتسايد شايف كوتش مودي الجرحي بيطلب من مريم وسيم التسخين. خرجت جودي محمد نزلت مكانها نور محمد رقم 9. ثلاث نقاط فارق صالح بنات نادي سموحه. سلم الكره لهاني على طول. مانتومان لا زال النادي الاهلي يقلب الملعب على طول لشهد وليد والاوبن شوت هنا فاضي الجويريه خالص لكن ما بتنجحش في التسجيل. جمع عبد الرحمن ديفنسيف ريباوند وتسلم ليه فاطمه ياسر. فاطمه طلبت السكرين راح لها الجوهر بالسكرين عدت بالسكرين في البيك اند رول تقلب الملعب لحتحوت. حتحوت لسه درايف من الميدل تروح بالفلوتر شوت توصل تنجح في تسجيل نقطتين. حتحوت هنا حتحوت تنجح في تسجيل نقطتين كمان. ده الفرق الى نقطه واحده لصالح نادي سموحه. ما زالت المباراه لم تكشف عن اسرارها بعد. سنرى في بدايه او في احداث هذا الكوارتر ايه اللي هيحصل. عادي النادي الاهلي زون ديفنس. وادي هايا تقف في الميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. فاطمه ياسر على طول تلم تحاول تجري بالفاست بريك. فاطمه لازم الناس هنا تساعدها في الجري. لسه فاطمه تقلب على طول للباز. الباز تقلب السكيب باس على طول حتحوت. حتحوت في الدرايف واحد على واحد لسه حتحوت طلبت سكرين من الجوهري. حتحوت في الواحد على واحد تقلب الملعب على طول للباز. الباز على اوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول حور ميسره تسلم ليه شاهد وليد اللي بتروح على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل. وادي حتحوت ترتكب معاه فاول وخطا شخصي اعتقد ده الخطا الشخصي الرابع ليه هنا حتحوت. اعتقد يعني اعتقد لو ده الخطا الشخصي الرابع هيبقى كده حتحوت هيتم استبدالها بمريم وسيم. فاطمه ياسر هي اللي خرجت ومريم وسيم نزلت فعلا لكن هنشوفها. وهنا حتحوت فعلا خرجت. وادي فري ثرو اول من هاني عبد الرحمن ما بتنجحش في التسجيل. هاني على الفري ثرو الثاني او الفاول شوتن الثاني تنجح في التسجيل توسع الفرق الى نقطتين. هنشوف مين مريم وسيم هي اللي نزلت. هنشوف مين في تغيير ثاني اجره من الكابتن او الكوتش مودي الجبهه. مريم وسيم عادت الى ارض الملعب مره ثانيه في اخر 6 دقائق و30 ثانيه. لوجينيسن هي اللي نزلت. لوجين في الدرايف لوجين تلف وترتاك تسلم للجوهري. الجوهري تطلع ترن اوفر كده باد باص تروح على طول لشهد وليد. تبدا الريناد اللي نزلت مكان هاي على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تخبط في ايد شهد وليد وبتطلع اوتسايد لصالح نادي المفروض انها اوتسايد النادي الاهلي. اعتقد ان الكابتن دينا وكابتن احمد لا صحيح فعلا اوتسايد. اللاست تاتش او اللمسه الاخيره كانت على لاعيبه نادي سموحه شاهد وليد رقم 14 لكن كانت هانيا هي اللي شايطه 3 بوينت رقم 3. مريم وسيم مريم سكرين جمع عبد الرحمن راحت عكس السكرين وقفت وشاطت في الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. نور محمد على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لريناد. ريناد ريناد لشاهد ريناد مره ثانيه. نور تحاول تعدي
واحد على واحد جمع عبد الرحمن بالمرصاد لها، سلم على طول لهانيا، هانيا بتشوط اي حاجه كده، لكن جوهر على طول في الديفنسيف ريباوند وتسلم مريم وسيم. لازم هنا نجري على الفاص بريك، النادي الاهلي لازم يجري على الفاص بريك. جنى عبد الرحمن في ال1 1 جنى تروح وتوصل، لكن اوت اوف بالانس كده، تلم لجاني سامه هتطلع فعلا لمريم وسيم، مريم وثلاثيات مريم، لكن المره دي ما بتنجحش تلم على طول. هانيا في الديفنسيف راوند تسلم لنور، نور تقلب الملعب لرناد، رناد في الميدل فاص بريك، رناد واحد على واحد تروح وتوصل وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. توسع الفارق الى 66 62 لصالح نادي سموحه، اربع نقاط هو الفارق. مريم وسيم زون ديفنس نادي سموحه مره ثانيه، على الهاي بوست للباز لمريم وسيم، للباز مره ثانيه، بساط سريعه تنتهي عند مريم وسيم، مريم على الاوبن شوت تنجح في تضييق الفارق. مريم وسيم خامس الثلاثيات لمريم، تضيق بيهم الفارق زي ما قلت لحضراتكم في المكان والميعاد المظبوط. مريم وسيم تنجح في تضييق الفارق الى نقطه وحيدة. هانيا تقلب الملعب على طول لشهد وائل، لهانيا مرة تانية زون ديفنس على الهاي بوست لجويريه، لكن بلوك ولا أروع من الجوهر، تسلم مريم وسيم، لازم نجري على الفاست بريك. لسه مريم تحتفظ بالكرة وتنجح إنها تاخد فاول وخطأ شخصي لصالحها على ريناد. خرجت هانيا وجويريه، نزل مكانهم جودي، وايضا خرجت جنى عبد الرحمن ونزلت مكانها، اقول لحضراتكم نزل مكانها الالف. وادي لوجين اوبن شوت كده لكن ما بتنجحش في التسجيل. خمس ثلاثيات لمريم وسيم، اوتسايد لصالح نادي سموح. أربع دقايق متبقية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة، فارق النقطة ما زال هو صاحب الكلمة العليا في هذه المباراة. ريناد سلم على طول لجويرية لعد أرض الملعب، ريناد جويرية مرة ثانية، جويرية واحد على واحد سلم لنور، نور في الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاها كده جود الباز لكن في الاخير توصل لعبات نادي سموحه. ريناد تبدا الهجمه، ريناد مره ثانيه بالفلوتر شوت راحت وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل. صراع فضائي ينتهي عند سموحه اللي بتنجح في تسجيل نقطتين لاعيبه نادي سموحه. جودي محمد اللي قدامكم على الشاشه على طول، كوتش مودي الجرح يطلب تايم اوت لتعديل الصفوف بعد ما كان الفارق نقطة، أصبح الفارق ثلاث نقاط. نسمع تعليمات الكوتش مودي الجرحي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تايم اوت اللي طلبه الكوتش مودي الجرحي. طبعا في ظل هذه الاحداث نتمنى كل التوفيق للكوماندوز الاهلاوي النهارده اللي في افتتاحيه بطوله السوبر جلوب ان شاء الله امام النصر السعودي، كل التوفيق لفريق الهاندبول كوماندوز النادي الاهلي في الفوز وتشريف النادي الاهلي كعادته دائما وابدا. نرجع للمباراه مره ثانيه. كوتش ماجد سلامه، المهنه الاصعب على الاطلاق هي مهنة المدرب. مريم وسيم لحتحوت اللي عدت ارض الملعب، ضغط من نادي سموحه، حتحوت تسلم للجوهري لمريم وسيم مره ثانيه، لازم الباصات تبقى سريعه. الالفي في البيز لاين للباز لوسيم، باصات سريعه بدون دريبل، حتحوت في الدرايف واحد على واحد طلع هنا الباك ليب لكن تنجح في الاخير انها تحصل على فاول وخطا شخصي ورقم اربعه
هي جودي محمد منا ارتكبت الخطأ الشخصي والتو شوتس لصالح هنا حتحوت. 3 دقائق و31 ثانية، 3 نقاط هو الفارق لصالح نادي سموحه. 3 دقائق و31 ثانية تفصلنا عن نهاية أحداث الكورت الرابع والمباراة. حتحوت وفري ثرو أول ناجح. فري ثرو ثاني لهنا حتحوت. بتنجح ايضا في التسجيل، هي واحده من اللاعبات التي قام كوتش طارق خيري بتصعيدها الموسم الماضي بعد انتهاء احداث الدوري المرتبط. طبقا للائحه فلا يجوز صعود لاعب من المرتبط الى فريق الدرجه الاولى. ضغط اهلاوي في البريس، وادي هنا التيرن اوفر، وادي هتحوط في الدرايف، وادي الباسكت، وادي التقدم اهلاوي 69 68. هنا هتحوط في الموعد المناسب على طول تروح الكرة لشاهد، شاهد في الدرايف، وادي البلوك ولا اروع من جودي الباز، صحوة أهلاوية ينجح معها الأهلي في التقدم دفاعيا وهجوميا. بداية الهجمة منذ ضغط الأهلاوي نجحت هنا حتحوت إنها تاخد الكرة بدرايف رائع وتنجح في تسجيل نقطتين، لكن كابتن دينا أحمد كان لها رأي آخر وهو فاول على جودي الباز والتو شوتس لصالح نور، والفري ثرو الأول غير ناجح لنور. تقدم اهلاوي 69 68، فرق النقطة 3 دقائق 16 ثانية، والفري ثرو الثاني ايضا غير ناجح. توصل ثاني نور مرة ثانية، دفاعات قوية من النادي الاهلي، ضغط اهلاوي، تروح الكرة لجويرية تقلب الملعب لشهد، شهد على الاوبن شوت، شاطت نجحت في تسجيل 3 نقاط. والله الماتش هيولع، المباراة سخنة ورائعة، تقديم مستويات رائعة من البنات تحت 18 سنة. الالفي درايف الالفي راحت فلوتر شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. الجوهري تحاول، الجوهري في اللياب، الجوهري في الباسكت نجحت في تسجيل نقطتين كمان وتكنيكال فاول الكوتش محمود يونس يحتسبه الكابتن احمد شحاته. تكنيكال فاول على رقم 0. مش عارف هل التكنيكال فاول ده على الاهلي؟ لا كده صح، كده مظبوط. كابتن احمد شحاته شاور على دكه بدلاء نادي سموحه وراح ناحيه الباسكت اللي بيهاجم بيه نادي سموحه، فحصل يعني كونفيوجن كده او ميس اندرستاند. فلا واحده من لعبات الاهلي اكدته ان التكنيكال فاول لينا، خلاص هنشوط جودي الباز هتشوط تكنيكال فاول. جودي التعادل والتقدم لجودي الباز بفرق نقطة، نجحت في تسجيل الفري ثرو. ما زلنا في انتظار بداية الهجمة. أقل من 3 دقائق أعزائي المشاهدين تفصلنا عن نهاية أحداث الكورت الرابع، ما زال الضغط أهلاوي، البريس فول كورت مان تو مان. فرح محمد سلام على جويرية، عفوا جويرية في الدرايف 1 على 1، وادي هنا مريم وسيم تعترضها بخطأ وفاول و صالح جويرية بالتو شوتس لصالح جويرية. تقدم النادي الاهلي 2:39 على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. ستلقي المباراة في كلمتها في الختام. فري ثرو اول ناجح تأتي معه بالتعادل جويرية محمد، وفري ثرو ثاني ارتجع التقدم لنادي سموحه 73 72. هنا هتحوت تاخد سكرين من الالفي، عكس السكرين راحت هنا هتحوت، سلم للالفي بيك اند رول، تقلب الملعب لهنا هتحوت مره ثانيه، هتحوت والثري بوينت هتحوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. جوهري بتحاول معاها لكن بالاخير نور تنجح في الحصول على الريباوند، سلم على طول للرناد، رناد لسه الكره مع رناد وجودي الباز مش سايباها رناد، لكن هنا في الاخير فاول لجودي الباز، صح فاول صحيح على جودي الباز. اوتسايد تو شوتس، تو شوتس وتغيير قادم في صفوف نادي سموحه. تو شوتس لصالح رناد، رناد طارق رقم 10، والفاول على جودي الباز اللي هتخرج وهينزل كوتش مودي جرح، هينزل لجاي نسان. 2:15 ثانية، رناد فري ثرو اول غير ناجح. رينادو الفري ثرو الثاني بينجح في التسجيل، وسع الفرق الى نقطتين لصالح نادي سموحه. مريم وسيم في بدايه الهجمه سلم لجايني سامي، لجايني
لماريو موسيم مره ثانيه. تقلب الملعب لحتحوت، حتحوت تاخد السكرين، لسه حتحوت، حتحوت في الدرايف رائع، اتجاه رائع، لكن الفينش ما كانش قد كده. هرب لك انا حتحوت، رينات تقلب الفص بريك على طول ليه شاهد وائل، شاهد في الدرايف تقع منها كده وتتخطف، والسيل حاضر عند ملك الالف، تسلم لماريو موسيم في بدايه الهجمه. ماريو موسيم لسه مريم طلب، تقلب الملعب للجايني سامي، لجاين السكيب باس عند مريم وسيم، مريم في الدرايف واحد على واحد، سالم لجو للالفي، الالفي ودرايف واحد على واحد، لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول نور محمد، سلم لرينات، لكن الضغط ما زال اهلاوي. مريم وسيم مش سايبه رينات، تروح الكره على طول لفرح، فرح في الون ان وان، السكيب باس عند جويريه، سلم لنور اللي قطعها، اهدى على ملعبها رينات مره ثانيه في السيت بلاي. اخر دقيقه و15 ثانيه من عمره 11 كوارتر الرابع والمباراه، لكن تيرن اوفر جديد على رينات، تروح الكره لمريم وسيم، لازم مريم تجري، خلي بالك يا مريم، لكن تعدل على طول رينات التيرن اوفر وتعمل الستيل وتسلم لشهد وائل، شهد تسلم لرينات مره ثانيه. اقل من دقيقه متبقيه على احداث الكوارتر الرابع والمباراه، تقدم سموحه فرق نقطتين، لكن ما زال الامل موجود لصالح بنات النادي الاهلي. هاند اوف مع فرح محمد في الاخير لشاهد وائل، شاهد تقف على الميديم شوت، شاطت لكن ما بتنجحش التسجيل، تلم على طول مريم وسيم، اطلع بالملعب يا مريم، الناس لازم تجري شويه، بنلعب ضد الوقت. هنا حتحوت طلب السكرين، الجول راحت لها 1 ان 1، حتحوت تسلم للالفي، الالفي على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش التسجيل، حتحوت سكند شانس تنجح فيهم بتسجيل التعادل، على طول كوتش محمود يونس يجري للتايم اوت في اخر 28 ثانيه متبقيه في عمره احداث هذا الكوارتر. 74 74، نسمع تعليمات المدربين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش يونس محمود يونس. هنشوف هيبدا في النصف ملعبه ام نصف ملعب النادي الاهلي. ادي الباسكت اللي نجحت بسرعه كده واوت اوف بالانس، نجحت جودي الجوهري انها تسجله، شكرا لمخرجنا على الاعداد. هنشوف كابتن دينا احمد تسال هيلعب من انهي نصف ملعب، لو لعب من نصف ملعبه اذا ياخذ الهجمه كامله 24 ثانيه، اما من نصف ملعب النادي الاهلي فالهجمه زمانها 14 ثانيه. ده اللي هنشوفه دلوقتي. قراءه الفاتحه بالنسبه للفريقين والتعليمات الاخيره للكوتش يونس والكوتش مودي الجرح. جنى عبد الرحمن عدت الارض الملعب مره ثانيه. انا حتحوت لجايني سامي، يسمى تعود الارض الملعب جنى عبد الرحمن وجودي ملك الالف عفوا. الملعب بسرعه، واذا في نص الملعب منتصف ملعب النادي الاهلي، وعهاية عادت الى ارض الملعب برضه واحده من مفاتيح اللعب النادي سموحه، والهجمه زمانها 14 ثانيه والباسكت والكوارتر 28 ثانيه. سلم الكره نور محمد، لكن دفاعات النادي الاهلي قويه. الالفي وادي الباص على طول تروح لكن ما بتنجحش في التسجيل، لسه الكره وصراع على الكره، يتبقى 17 ثانيه، تعادل الفريقين، نور تقف وترتكز لكن في الاخير تعمل الستيل. هانيا هنا في درايف راحت وصلت نجحت سجلت وتنجح في تسجيل نقطتين تعدل بيهم النتيجه الى التقدم لصالح النادي الاهلي. 74 سموحه 76 الاهلي. تايم اوت تطلبه الكابتن يونس في اخر 7 ثواني متبقيه من عمر واحداث الكوارتر الرابع، واحده من المباريات القويه اللي بنستمتع بيهم فقط على قناه النادي الاهلي، مرتبط بالنادي الاهلي تحت 18 وسموحه تحت 18 ايضا. تايم اوت تطلبه كوتش يونس، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
اللعبة الأخيرة. وادي الاستيل من هنا حتحوت، نشوفها مع بعض مرة تانية. هنا حتحوت بقوة وفدائية، كانت معاها رينات قدرت تحط جسمها كويس جدا، خدت الخطوات وصلت نجحت في تسجيل نقطتين. وادي كوتش ماجد سلامة والتعليمات كده كوتش يونس هيروح لمنتصف ملعب النادي الاهلي في السبع ثواني المتبقية. الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع بدون فاولات هي النصيحة الاولى والاخيرة من الكوتش مودي الجرحي والكوتش ماجد سلامة. الدفاع ثم الدفاع، البوكس من نادي سموحة. هاي ريناد هتطلع الاول الاسكرينات، هل 3 بوينت ام البنتريشن؟ وادي يصمت يجحد في قطع الكره، متبقي 6 ثواني و7 اجزاء من الثانيه. هل الثلاثه بوم هيكون سلاح بالريسك كده يقدر يخاطر وينجح في انه يخطف المباراه؟ ده اللي هنشوفه من كوتش محمود، لكن الاهلي حريص جدا على دفاعاته وايقاف مفاتيح 3 بوينت. هيا محمد لسه معاها الكره، هيا في البنتريشن تقف وتروح وتشوت، لكن في الاخير اوت ومعها صافره انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه بتقدم وفوز النادي الاهلي 76-74. الف مبروك للكوتش ماجد سلامه والكوتش طارق مودي الجرحي على الفوز، والف مبروك لبنات النادي الاهلي على فوزهم اليوم على فريق كبير ومحترم هو نادي سموحه. بشكر كل مشاهدينا على المشاهده والمتابعه، ونشكر ايضا احب اشكر اوجه الشكر لمخرجنا استاذ احمد عادل واستاذ محمد دكوري على نقل هذه المباراه. اعزائي المشاهدين الف مبروك مره ثانيه وثالثه في بدايه احداث اليوم الاول من الذهاب ما بين الاهلي وسموحه. الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك وحظ اوفر لنادي سموحه. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباراه قادمه، ولا تنسوا ميعادنا في الخامسه والنصف باذن الله مباراه الاهلي وسموحه سيدات. واحده من اعظم اللقطات كوتش ماجد سلامه والكوتش مودي الجرحي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين ونلقاكم قريبا باذن الله.